وعليكم الزينات، كيراكم دايرين عميراتي واخواتاتي وخالاتي واخواني؟ ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي جبت لكم وصفه جديده. فيديو اليوم راني غير انا وجديده ما شاء الله، يعني اللي راهي مراتي على الفيديو راهي مراتي بزاف. المهم حبيبه قلبي، معروف جدا على الكرنب انه بزاف الناس ما يبغوهش، نجم نقولوا نسبه كبيره ما تبغيش الكرنب. يعني اليوم درت عليكم بطريقه شابه هبنيه، يعني من داك لداك نغيروا لوليداتنا. وليداتك هما معمار دارك، هما فرحك وهما كل شيء، يعني ماذا بيك تنوعي لهم؟ ماذا بيك ديري لهم وصفات جدد؟ يعني اللي عارفاكم تعبانين، راكم مع الدار، راكم اللي خدامه يحسن عونها. مي من داك لداك الفول بدلوا لوليداتنا ونتهلاو فيهم. هذه هي الدنيا. المهم حبيبات قلبي، واليوم جبتها لكم بطريقه شابه، جبتها لكم بطريقه ما كاش لي عارفه، يعني كون ما تقوليش كرنب والله ما كاش لي جبده. المهم حبيبات قلبي، الصوره راهي امامكم تعبر عن البنه واللذه. ونبداو مباشره في الفيديو والمقادير، تبعوا معنا وما تنساوش الجمجمه. المهم حبيبتي، الكرنب تاعك تحكميه، تغسليه مليح، تقطعيه، تقلعي من هداك العظم الخشين، ومن بعد تفوريه. نعاود، تغسليه وتقطعيه، وهداك العظم الخشين تقلعيه، خاش هداك يجي مر، هو اللي يعطي ديك البنه اللي مشي شابه في الكرنب. الوغ تقلعيها وتقطعيه وتفوريه. بعد ما فورته راني نخرج منه في داك الماء، داك الماء كاع حصرته شغل درته في الكسكس وخليته يبرد ويقطر من الماء وحصرته غايه. بعدها راني هنايا مغليه زوج حبات تاع البطاطا، يعني مغليتهم عادي، شويه ملح وصاي غليتهم ومرستهم عادي، وزدت معاهم هذاك الكرنب اللي فورته وتاني قطرته من الماء، درته فيه كسكس وخليته يقطر، ومنها يبرد منها يقطر. ومن بعد ثاني هو ملسته غايه، خرجت منه كاع هذاك الماء تاعه باش ما يجونيش لي كروكيت ولا ينحلوا لي ولا. ومن بعد نراجعه مع هذيك البطاطا، قلت لكم زوج حبات مغليين، ونخلطهم مليح مع بعضهم كيما راكم تشوفوا، حتى يدخلوا كامل في بعضهم، الكرنب مع البطاطا يولوا مكون واحد. من جهه واحده اخرى عندي نص صدر تاع الدجاج، تقدروا ديروا غير ربع صدر تاع الدجاج، دوك نقول لكم كيش. المهم انا درت نص صدر مقطعه مليح، واللي بغاها تدير ربع دوك نقولها كيش دير ربع. المهم راني مولفتكم هذه الطريقه. هنايا ندير شويه تاع قزبر ولا معدنوس اللي عندك، فص واحد تاع الثوم ونديرهم في لاشواغ فوالا، ونطحنهم غايه. بون، اللي بغات البنات دير غير ربع صدر تاع الدجاج، تزيد لها حبه تاع البيض. اللي بغات دير ربع تزيد لها حبه تاع البيض باش يزود لها، اللي دير نص ما تزيدش البيض. المهم نطحنا غايه هاد الخليط تاع الدجاج حتى يولي لي يعني كيما العجين فوالا. من بعد نديره في زلافه كيما راكم تشوفوا، راه في وحده والبطاطا والكرنب بوحدهم. بون، بالنسبه للبطاطا راح نزيد لها شويه تاع القزبر ولا معدنوس، نرابي لها تاني فص واحد تاع الثوم يعطيها بنه شابه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد كنجيب حبه تاع البيض نخلطهم شويه، نجيب حبه تاع البيض نقسمها، ندير البياض نديره مع البطاطا والكرنب، والصفار نديره مع الدجاج. وانتوما الا كان درتو الحبه بيض كامله كي تطرحوا الدجاج سي بون، ديروا حبه بيض كامله مع البطاطا، فهمتوا؟ ولا ما درتوش ديروا كيفي وحده وقسموها. المهم حبيباتي، بالنسبه لي زيبيس، بالنسبه للبطاطا والكرنب درت لهم شويه تاع الكمون، شويه فلفل كحل، وشويه كركب وسكنجبير، وهنايا بابريكا حاره. اما بالنسبه للدجاج درت له غير فلفل كحل وكركب وسكنجبير ولاموطه، هذه بالنسبه لليزيبيس. الملح تاني كنسيت، عفوا، الملح نديرو لهم شويه شويه، يعني ما تكتروش الملح لانه غادي كلشي نديرو لها الملح مع الفرماج مع تما، ردوا بالكم من الملح. بالنسبه للبطاطا هنايا نخافها لا تنحلي، زدت لها شويه تاع الفرينه بلا ما نكثروا، يعني زوج مغارف ولا ثلاثه ماكسيموم. يعني البطاطا اصلا علاه درتها مع الكرنب؟ باش تنشفه، لانه الكرنب فيه الماء، فيه بزاف الماء، يعني لي كروكات تاعه نعرفوهم باللي لازم لهم الفرينه. على هذا كان مبغيش نكثر الفرينه، درت البطاطا باش تنشف لي الكرنب تاعي، لانه معروف على الفرينه تعطي ذوق ماشي شباب، لهذا درت البطاطا. فوالا، جاتني واحد تلت مغارف هكا بالضبط. المهم العجينه هذه تاع البطاطا ما راح تولي عجينه، لو كان تردوها عجينه غادي يجيكم ذوق ماشي شباب، لازم تخلوها شويه هكا خفيفه، معليش لا تلصق في اليد، غادي نرفدوها بالمغرف ما تخافوهاش. وبالنسبه يعني للدجاج راح نجمعه بلا شابلو كالعاده، زوج مغارف يعني با بلوس، درت له غير صفار بيض غادي يجيني زوج مغارف با بلوس، ولا كان درتو حبه بيض كامله غادي تجيكم 4 مغارف ولا 5، المهم غادي يزود لكم، زعما الا درتو حبه بيض كامله ودرتو غير ربع صدر دجاج غادي يزود لكم غايه. على بها قلت لكم لا درتو ربع صدر دجاج، ديروا حبه بيض كامله غادي تزود لكم بيان.
من بعد نعجنوهم مليح باش يدخلوا كاع هذوك لي زيبيس ويتبل الدجاج تاعي. ومن بعدك نديرهم هذيك البطاطا درتها في كونجيلاتور، خليتها واحد نص ساعه ولا حتى يعني شدت روحها ودارت العلك باش نبدا نخدم، يعني ماشي مباشره البطاطا برك، ما الدجاج نورمال. بصح هذيك البطاطا مع الكرنب درتهم في الكونجيلاتور ولا فريجيدار، يعني ماشي بالسيف. المهم خليتهم نص ساعه، ومن بعد كما شفتوا نجيب الدجاج، نحل الدجاج شويه هكا ونحشيه من الداخل بالبطاطا والكرنب، فهمتوا؟ تسمى ماشي كما موالف نديرو الدجاج هو اللي نديروه في الحشو. هذه المره غيرت، قلت ندير الدجاج من الفوق والمفاجاه تكون للداخل، يعني ماشي ندير لهم الكرنب من الفوق ومن الداخل للدجاج. فوالا ندير فيه الصحن، وهذاك الصحن نفرشه بابي فيلم ولا ساشي ونديرها في كونجيلاتور. حبه لي نخدمها تدخل الكونجيلاتور، فهمتوني؟ يعني هذاك الطبسي نديرها في كونجيلاتور ونبدا الحبه لي نخدمها نحطها فيه. فوالا فوالا، فن كي نكمل نلقى روحي خدمتهم كامل ونلقاهم باردين، ما نضلش نقارع. شوفوا كيش نحل الدجاج في بابي فيلم، خير ما يزلش بابي فيلم. نحل الدجاج تاعي بيان كيما كنتو تشوفوا، نرقه زعما، وندير البطاطا في دوب المغرف خير، ما تفدوش بليديكم باش تساعدكم، ونبدا نبلع في الخليط تاعي. وكي تخلوها تريح هذيك الخليط البطاطا والكرنب غادي يحكم روحه ما يغبنكمش، اما لكان خدمتوها على هكاك ما غادي يغبنكم، يجي شويه خفيف. المهم هنا بعد ما كملت نلقاهم باردين، نبدا نخدم الوالا اللي شكلتهم، نلقاهم باردين حشادين رواحهم. الوغ نبدا نرمد فلاشابلوغ ونقليهم، طريقه جد سهله تبان لكم صعبه بصح والله ما صعبه، سيرتو لا كان وجدتو صوالحكم الصباح كيما انا قبل ما نروح الجامعه. فورت هذاك الكرنب الصباح بكري وخلي وطفيت عليه وخليته يقطر ويبرد، في نفس الوقت غليت البطاطا ومرستها وخليتها، تسمى خليتهم في زوج صبتهم واجدين. الوغ جاتني سهله بزاف. المهم نقلي عادي، بعد ما نكملهم نقلي الصحن الثاني، ها هي عادي ما ينحلو ما والو، يجو بزاف بنان، يجو روعه. تقدروا ديروا لهم صوص تاع الحمص، يعني مرقة صفراء ولا بيضاء ولا بالحمص، مرقة بالحمص ولا، المهم كما تبغوا ديروا لهم يجوا ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الفكرة، وراهي حصرية واول مرة على اليوتيوب، الوغ جمجموا لي في خاطرها. ما تضربوش النح، كي تشوفوني جبت وصفة جديدة زيدوا كوراجوني باش ما نوليش نعاود ثاني انا في لي غوسيت. فوالا، ومن بعد كنصفيهم الزيت، نديرهم فوق بابي ابسوربون ونخليهم. من جهه واحده اخرى نجي هنايا ندير كريمه تاع الجبن، ندير زوج كيسان تاع الحليب كي العاده والعوايد، ندير شويه تاع الفلفل، وندير الفورماج رابي اللي عندكم، اللي عندكم واللي تبغوا. فوالا، انا راني مخلطه زوج انواع نابولي ونوع واحد اخر كيما حكيت لكم ما راش عاجبني راني اللي هيدي فيه. فوالا، واللي ننصحكم به هو نابولي بنين. المهم نخلط غايه هذيك فرماج مع الحليب، نخلط غايه حتى يعقد ويبدا يعقد، وانتي تخلطي يعقد ساعه ساعه تخلطيه، نقصي له كي تشوفيه بدا يفيض نقصي له للنار باه ما يفيضلكش، وخليه يعقد 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 حتى تتحصلي على كريمه تاع جبن روعه، تقول شي غروير ولا موزاريلا كيما كو تشوفوا. هي كل ما تخليها طيب غايه كل ما تعقد غايه وتولي لك ايلاستيك. بون، نخليها اكوتي ونجيب المول تاع الغاتا. انا عندي هنا لاصوص طوماط واجده كيما يعني حضرت معاكم تحضيرات تاع الطماطم، لاصوص نلقاها واجده، هي رحمتني ومسهله عليا، نديرها مباشره في المول. المهم نوصيكم انتم ما تكيبوها اللي ماهيش موجدتها طيبها عادي، بصح ما ديرش الملح، داري الملح لانه كلشي فيه الملح، ما ديريش الملح وما تكتريش لي زيبيس ولا الثوم ولا، لانه سي بون كلشي رانا متبلينه، ماذا بك ديريها صامطه لاصوص باش ما تجيكش البنات تاعها قاطعه وكجي قاطعه كشغل هذاك الكو تاع الفرماج وتاع لي كروكيت تغطيه بزاف، حنا ما خاصناش تغطيه. سي بور سا ديريها شويه صامطه، ديريها غير في فلفل كحل وفتيته تاع ملح. سي بون بون، بعدك نستف هذوك لي كروكيت ودرت فوقهم كريمه الجبن. شتو البنات ساهله ماهله. المهم درت شويه تاع فرماج رابي من الفوق، لا كان متوفر ما كانش متوفر صاي ما ديريش، على خاطر الكريمه تاع الجبن صاي هي اللي هي اللي تقضي لك صالحه. بون، ودخليه غراتينه شويه شويه برك، وهذا هو الشكل النهائي تاعه، يعني ما يطولش في الفوق غير يذوب هذاك الجبن ويغراتينه شويه يتخلطوا لي صوص. وبصحتكم وبصحة وليداتي تانيك، يعني جربوها لوليداتكم
خاصة أنه الحالة بدأ يبرد. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الأطباق الساخنة والمغذية يعني توالم هذا الجو. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم بالصحة والراحة عليهم إن شاء الله يا ربي. المهم كما قلت لكم تهلاو فيهم سيغسو كره القراية والاختبارات، راهم قريب ربي يوفقهم إن شاء الله يا ربي. المهم حبيبات قلبي، ما تنساوش ما تنساوش تجمجموا لي ولي دخلتوا جدد معايا، مرحبا بكم غالياتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.